مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، مشاهدينا متابعينا من جديد عبر قناة المشاهير دبي الرياضية، نجدد لكم التحية وشكرا للزملاء الأعزاء هنالك في استوديو قناة المشاهير، عبد الرحمن أمين والكابتن بسام فتاح والكابتن يوسف عزير، وفي الجانب التحكيمي الكابتن سالم سعيد. إذا مشاهدينا الكرام نعود للمواجهة من جديد وانطلاقة شوط المباراة الثاني ما بين الشعب والجزيرة هنا في استاد خالد بن محمد بنادي الشعب. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الشعب بهدفين مقابل هدف للجزيرة، سجل الشعب سيلفا البرازيلي الهدفين، وهدف الجزيرة كان بإمضاء علي مبخوت. كرة محاولة جزراوية للأمام، محاولة خطيرة والكرة إلى ركنية الآن قادمة للجزيرة، إلى ركنية قادمة للجزيرة، تغيير للجزيرة يأتي في شوط المباراة الثاني. سلطان المنهالي، سلطان المنهالي بديلا للأرجنتيني ماتياس ديلغادو، هذا هو التغيير الذي أجراه السيد بوناميجو، باولو بوناميجو مدرب الجزيرة البرازيلي مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. هذا هو سلطان المنهالي، سلطان برغش سينفذ الركنية الآن، سلطان المنهالي تبعد من حسين حربي، وهنا أيضا تحولت الكرة لمصلحة الشعب. شايف سلطان المنهالي هو اللي لعب الكرة الماضية، أبعد حارس المرمى حسين حربي، وبالتالي الكرة تحولت إلى خارج الملعب. إذن الآن ضربة مرمى، الكرة تحولت لمصلحة الشعب. خميس إسماعيل يودع الملعب، والبديل هو أيضا البرازيلي فيرناندينهو الذي يعني كان الكلام على أدائه وحول أدائه كثيرا، كلام كبير حقيقة، يعني المطالبة الجزراوية بتقديم ما هو أفضل بالنسبة للبرازيلي فيرناندينهو. نعم الآن يدفع به باولو بوناميجو في شوط المباراة الثاني، أيضا فيرناندينهو بديلا لخميس إسماعيل في رمية تماس، كرة بتلعب الآن لمصلحة الشعب لسيلفا صاحب الهدفين، سيلفا بيلعبها الآن كرة أمامية لسيلفا، سيلفا يتقدم أو حسن معتوك، تبعد الكرة من هيونغ مين تشيم، تلعب الكرة لإبراهيم دياكي، شوط ثاني مهم وصعب للغاية سيكون ما بين الفريقين. كرة بتلعب الآن لخالد سبيل في الجهة اليمنى، بيحاول المرور الآن خالد سبيل، خالد سبيل بيلعبها لسلطان برغش، سلطان المنهالي من جديد بيلعبها أمامية، حاول لكن تتخلص من صلاح عباس، تلعب لكاريكا رودريجو البرازيلي، كاريكا في وسط الملعب الآن، كاريكا يرسل كرة أمامية، كاريكا باتجاه اللبناني حسن معتوك، تعود الكرة الآن لعبد الله موسى، عبد الله موسى الجزيرة لفيرناندينهو البرازيلي، فيرناندينهو يتقدم الآن، فيرناندينهو ماشي، فيرناندينهو نشاط جزراوي، نشاط جزراوي مع انطلاقة شوط المباراة الثاني هكذا. نعم بتغييرين أيضا، سلطان المنهالي بديلا لدلجادو، وكذلك فيرناندينهو البرازيلي بديلا لخميس إسماعيل، تغييرين من باولو بوناميجو مدرب الجزيرة، بينما مدرب الشعب ثابتا حتى الآن في تغييراته، لم يجري أي تغييرات والأمور حتى الآن جيدة بالنسبة له، التقدم بهدفين مقابل هدف. كرة بتلعب من هيونغ مين تشيم، هيونغ مين تشيم، لقاء يأمل من خلاله الفريقين للوصول إلى ثلاث نقاط بالتمام والكمال، تكون ثمينة بعد ذلك للغاية بالنسبة للشعب من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر وعن فريقي جبل فجيرة، جبل فجيرة في المركز قبل الأخير بأربع نقاط والاتحاد ثلاث نقاط، والشعب الثاني عشر سبع نقاط، هو بفارق ثلاث نقاط عن جبل فجيرة، لا يتمنى التمدد، هو يقول لا لازم أوسع الفارق أكثر وأكثر وأتقدم إلى الأمام. في المقابل الجزيرة الخامس ب 18 نقطة، يتمنى اليوم الوصول إلى النقطة الحادية والعشرين، وبالتالي أن يقفز مركزين إلى الأمام، يتخطى الأهلي الرابع 19 نقطة ويصل إلى مركز النصر
الثالث في 21 نقطة. وبعد ذلك انتظار المباريات القادمة. كرة الآن الأمام، محاولة لفرناندينو، يتقدم الآن فرناندينو، بيحاول عكس كرة فرناندينو لكن الكرة إلى خارج الملعب الآن. ركنية، شايف سعادة علي عبد الله الساح، هو كبار حقيقة الحضور في المنصة الرئيسية من نادي الشعب والجزيرة. الكرة للأمام، حاولت بعد الكرة الماضية. المتابعة الكبيرة لهذه المباراة المهمة للغاية ما بين الشعب والجزيرة. كرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، هنا محاولة أو هنا إصابة لصراع عباس بالسلام إن شاء الله. انطلاقة الأسبوع 11، الشعب مع الجزيرة، وهناك الوحدة مع الضفرة. الوحدة كان قد أنهى شوط المباراة الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء. اللقاءين القادمين في نفس التوقيت، الساعة 8 تماما، النصر يستضيف عدنان، واللقاء المرتقب ما بين الراقي السماوي عندما يستضيف الشامخة الزعيم العيناوي المتصدر. كرة الآن للأمام، لقاء مرتقب في هذا المساء. كرة، يا سلام، حول ملعوبة عرضية تبعد الكرة الماضية فعلا. يعني الشوط الثاني راح يكون الحوار قوي بالتأكيد ما بين الفريقين. الشعب الذي يتمنى هنا في ملعبه أمام فريق كبير وهو فريق الجزيرة، يتمنى أن يحقق انتصار ثالث له في هذا الموسم، وبالتالي يبتعد من منطقة الخطر، من منطقة المؤخرة. وهنا شوف الفرصة الماضية أيضا من جمعة عبد الله، حارس المرمى حسين حربي أبعد الكرة الماضية وأصيب فيها. بالسلام إن شاء الله لحسين حربي، بينما هنا الجمهور الحاضر والذي يمن النفس، الجزيرة الذي يتمنى العودة إلى المباراة والذي يتمنى العودة إلى العاصمة أبوظبي بالانتصار الثمين أيضا، ولا يتمنى أن يخرج متعادلا من خلال هذه المباراة بعد أن تعادل في المباراة الماضية مع دبي، والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في العاصمة أبوظبي في استاد محمد بن زايد. كان الجزيرة متقدما حتى اللحظات الأخيرة، فقط عندما عاد بعد ذلك عاد دبي وانتهت بالتعادل بهدف لهدف. أما الشعب فهو كان قد قدم مباراة كبيرة حقيقة أمام العين بالرغم من الخسارة بهدف مقابل هدفين في استاد طحنوب محمد في القطارة بنادي العين. لكن الجزيرة في الجولات الأربعة الأخيرة، في الجولات الأربعة الأخيرة نشوف الجزيرة يعني في الأسبوع الثامن فاز على الشباب بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع التاسع على الاتحاد 3-1، في الأسبوع العاشر تعادل مع دبي بهدف لهدف، وقبل ذلك أيضا في الأسبوع السابع تعادل مع الوصل بدون أهداف. يعني عودة الاتزان بالنسبة للفورميلا، لكن التعادل في المباراة الماضية كان بالنسبة للجزراوية كان غير مطلوب. المباراة كانت في ملعبهم طبعا. كرة بتلعب لفرناندينو، خطأ الآن للجزيرة وللبرازيلي فرناندينو تحديدا في الجهة اليسرى. فرناندينو مطالب أكثر من أي وقت مضى. نعم فرناندينو يعني ربما لم يتأقلم كثيرا ولم يقدم المستوى المعروف عن فرناندينو، فرناندينو البرازيلي. خطأ الآن للجزيرة، كرة بتلعب، محاولة جزراوية، جون مين تشي يرسل كرة الآن للأمام. شايف الهجوم الجزراوي بكثرة عددية حتى جمعة عبد الله، طبعا هو المدافع الذي يجيد الألعاب الهوائية، هذا هو أحمد عيسى، حصل على انذار في اللحظات الماضية أحمد عيسى. والكرة الآن تحولت للشاعب حسين حربي حارس المرمى. حسين حربي بيلعبها للامام، حسين تعود الكره الان لعبد الله موسى، الجزيره عبد الله موسى بيلعبها للامام لكن مقطوعه من رودريجو كريكا لحسن معتوق، حسن بيلعبها اماميه، تبعد الكره تعود الان لسلطان برغش، سلطان يرسلها اماميه الى علي مبخوت،
كرات مقطوعة في وسط الملعب. الحوار هنا في الوسط، لكن الحوار الذي يطلبه المدربين يعني أن يكون في الهجوم هناك، وبالنسبة لمدرب الشعب أن يسجل فريقه الهدف الثالث والتأمين على نتيجة المباراة وتعزيز هذا التقدم. كرة للايرون ومحاولة ملعوبة، وبونامجو الذي يتمنى أن يعود فريقه إلى المباراة. وبعد ذلك لكل حادث حديث. كرة بتلعب الآن لعبدالله موسى، بيلعبها لفرناندينو، فرناندينو بيلعبها أمامية، خدوهات ما بينه وسلطان برغش، وهنا خطأ وإنذار. أوه، إنها البطاقة الحمراء يا عزيزي. نعم نعم، تظهر البطاقة الحمراء في هذه اللحظات في طرد. إذن الآن بطاقة حمراء، طرد أحمد عيسى. قبل دقائق فقط كان قد نال بطاقة صفراء، والآن يأخذ البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي يطرد أحمد عيسى. ويلعب الشعب بعشر لاعبين ليفقد يعني الشعب والكوماندوز جهود مدافع المميز أحمد عيسى اللي يلعب في الجهة اليمنى. إذا ليلعب بعشر لاعبين، نعم بعشر لاعبين، شعب متقدم نعم، لكن أمام الجزيرة في وضعية صعبة. في اللحظات القادمة في شوط المباراة الثاني سيلعب بعشر لاعبين، سيتغير التكتيك بالتأكيد بالنسبة للبرازيلي سيرجيو مدرب الشعب. في خطأ الآن لمصلحة الجزيرة، سلطان المنهالي بيلعب أمامية، سلطان كرة بتلعب، هل يستغل الفورميلا النقص العدد الموجود لدى الكوماندوز بعد طرد أحمد عيسى؟ أبرز ما في شوط المباراة الثاني طرد أحمد عيسى الظهير الأيمن للشعب. كرة بتلعب الآن من حسين حربي، ممكن يرجع سيلفا يعني راح يشوف كرة للأمام. حاولة خطيرة كانت من ميشيل لايرنت، من لايرنت بيلعب لها كرة للأمام، والكرة إلى خارج الملعب الآن. ضربة مرمى للجزيرة على الصيب، بيلعبها لعبدالله موسى، عبدالله موسى لسلطان برغش، سلطان في وسط الملعب الآن يتقدم، سلطان يبحث عن زميل، بيلعبها أمامية لإبراهيم الدياكي، الدياكي بيسيطر ويتقدم الدياكي، وخطأ لمصلحة إبراهيم الدياكي، خطأ لإبراهيم الدياكي في هذه اللحظات، خطأ لإبراهيم الدياكي في هذه اللحظات. إذن الجزيرة يحاول استغلال نقص العدد الموجود بعد الطرد الظهير الأيمن للشعب أحمد عيسى. الوحدة يتقدم بهدفين، بهدفين مقابل لا شيء على الضفرة، بهدفين مقابل لا شيء على الضفرة عن طريق بابا ويجو. إذا هنا الآن خطأ لمصلحة الجزيرة، ضربة حرة مباشرة، وهنا الكابتن محمد العنزي. والله زمان لما كان الغزال محمد العنزي وهو الهداف الكبير ومستر هاتريك، حقيقة نجم كبير ومعروف تماما محمد العنزي، في خطأ الآن في ضربة حرة مباشرة لمصلحة الجزيرة، ضربة حرة مباشرة للجزيرة. الجزيرة يبحث عن التعادل، كرة ملعوبة أمامية، محاولة، تحولت الكرة إلى خارج الملعب الآن. ضربة مرمى لمصلحة الشعب، ضربة مرمى للشعب. بوناميجو الذي صرح وقال بأني واثق في قدرة فريقي على العودة القوية إلى المنافسة والتخلص من صدمة الأصول، يقصد صدمة مباراة الأسبوع الماضي عندما تعادل دبي مع الجزيرة في اللحظات الأخيرة. نعم، وفي تعادل دراماتيكي كان هناك في العاصمة أبو ظبي، في معقل الفورميلا، في معقل العنكبوت الجزراوي، عندما كان ينسج خيوطا من أجل الفوز وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة على حساب الأسود. فإذا بالأسود ودبي يعودون إلى المباراة في الرمق الأخير من تلك المباراة. خطأ الآن وفي احتكاك، أبدا ما في داعي له أبدا، حكم المباراة موجود وهو اللي ياخذ القرار والحق دائما. حقيقة يعني نهدي شوف يوغ مين تشين، والحوار ما بين كاريكا وكذلك أيضا علي العمري. حصل خير، حصل خير، والآن سمن على عسل. وصافي لبن، خلاص عدت الأمور وانتهت تماما. يعني هذا الاحتكاك يحدث في كرة القدم. محمد عبد الكريم الآن له أيضا
قرار حاسم ايضا بانذارين والحزم ايضا من محمد عبد الكريم عفوا. لكريكا ولعلي العمري انذارين. هذا هو كريكا البرد. 6 أهداف لريكاردو لرودريجو عفوا كريكا. هل يسجل اليوم هدف 7؟ آخر هدف له كان في مرمى العين في الأسبوع الماضي. كرة لحسن معتوق بحاول عبد الآن. حسن معتوق لكن علي العمري موجود. مدافع الجزيرة يعيد الكرة إلى الكوري هيون مين تشين. سلطان المنالي بيلعبها أمامية لإبراهيم دياكي. دياكي بيحطها في الجهة اليمنى لريكاردو أوليفيرا. أوليفيرا يتحول إلى جناح في بعض الأحيان. أوليفيرا والكرة أمامية لسلطان المنالي. بيلعبها الآن لفرناندينو. بيعدي المهارة البرازيلية موجودة. بيحاول يتقدم. كرة بتلعب وتسديدة من عبد الله موسى. كرة إلى خارج الملعب إلى ضربة ركنية قادمة. هنا تغيير قادم من سيرجيو البرازيلي مدرب الشعب القادم هو راشد علي. بديلا لحسن معتوق. يستغني عن لا يميل النزعة الهجومية طبعا هو حسن معتوق وهو من صنع الهدف الأول في المباراة لزميله البرازيلي رودريجو سيلفا. والبديل هو راشد علي من أجل تنشيط مو بالتنشيط فقط بل سد النقص الموجود في دفاع الشعب. بعد طرد أحمد عيسى. إذن الآن راشد علي ونذكركم بأن الشعب 10 لاعبين بعد طرد أحمد عيسى. يعني بالنسبة لدفاع الشعب يأتي من ضمن أضعف الخطوط حتى الآن. كرة محاولة تبعد الكرة الماضية لكن الأضعف الاتحاد. كرة يا سلام كرة خطيرة كانت الجزيرة عن طريق علي مبخوت ولا دياكي. شوف الكرة الماضية والكرة كانت قوية تذهب. نعم خطيرة الكرة هذه كانت للجزيرة عن طريق إبراهيم دياكي. راحت تحولت ضربة مرمى لكن في منتهى الخطورة كانت للجزيرة عن طريق إبراهيم دياكي. تحولت ضربة مرمى للشعب. كنا نتحدث عن الخطوط الدفاعية الضعيفة. الاتحاد في مرمى 40 هدف يأتي أولا وبعد ذلك دبل فجيرة ب 26 هدف والثالث مباشرة الشعب. ثالث أقوى خط دفاع أضعف خط دفاع عفوا في مرمى 24 هدف. لكن سيرجيو اللي يعني تحدث عن الناحية الدفاعية قال بأن هناك يعني أيضا بأن هناك عمل كبير من أجل تحسين الأمور الدفاعية بالنسبة للشعب من خلال هذه المباراة والمباريات القادمة. كرة الآن بتلعب أمامية من سلطان المنهالي. كرة إلى الجهة اليمنى تقدم لريكاردو أوليفيرا. يتقدم أوليفيرا بحاول والمحاولة الخطيرة من عبد الله. أوليفيرا مالك حل يا أوليفيرا وصاروخك مالك حل يا أوليفيرا. هدف التعادل للجزيرة في هذه اللحظات بعد مجهود خرافي رائع جدا. ريكاردو أوليفيرا من وسط الملعب يتقدم ويرسل كرة بقدمه اليسرى. كرة جميلة من ريكاردو أوليفيرا. كرة يا سلام على الهدف الجميل للبرازيلي ريكاردو أوليفيرا اللي بيسجل هدف التعادل ويعيد البسمة من جديد لباولو بوناميجو. ريكاردو أوليفيرا مجهود رائع جميل جدا لدى استلامه الكرة من وسط الملعب ويتقدم إلى الأمام وسدد بعد ذلك وسجل هدف التعادل. إذا ريكاردو أوليفيرا في هذه اللحظات يعود إلى الجزيرة نعم بهدف جميل للجزيرة عن طريق ريكاردو أوليفيرا. الآن لديه 7 أهداف ريكاردو أوليفيرا. هدفين في مرمى عجمان، هدف في مرمى دبا لفجيرة، هدف في مرمى العين وهدف في مرمى النصر. ريكاردو أوليفيرا يسجل هدف جميل في هذه المباراة وتعود الأمور مشاهدين الكرام إلى ما هي عليها إلى التعادل 2-2 الآن.
التعادل. في هذه اللحظات ريكاردو أوليفيرا يعيد الفورميلا الضيف هنا في الإمارة الباسمة إلى الواجهة من جديد ويعيد الابتسامة للجزيرة، لكن من يبتسم في نهاية المشوار في نهاية هذه المواجهة في هذا الأسبوع الحادي عشر؟ كرة بتلعب الآن إبراهيم دياكي، إبراهيم دياكي يتقدم الآن إبراهيم دياكي. الجزيرة سيلعب على نقص العدد وعلى عمل النقص العددي الموجود لدى الشعب. كرة بتلعب الآن سيلبا، سيلبا يحاول التقدم، سيلبا بيلعب لك كرة أمامية تعود لسلطان المنهالي، سلطان المنهالي والكرة إلى رمية تماس لمصلحة الجزيرة، رمية تماس سلطان المنهالي. إذن التعادل الإيجابي مشاهدين الكرام بهدفين لهدفين. سجل ريكاردو أوليفيرا هدف جزراوي رائع وجميل، أعاد به الجزراوية إلى المباراة من جديد. كرة لسلطان المنهالي، سلطان بيلعبها إلى عبد الله موسى في الجهة اليسرى لسلطان المنهالي، سلطان بيلعبها أمامية لريكاردو أوليفيرا. أوليفيرا لعيب، أوليفيرا، أوليفيرا ممكن يسجل لك من أي جهة داخل المنطقة من الخارج، تسديدات قوية، إنه لاعب متكامل. أوليفيرا اللاعب المميز البرازيلي الرائع ريكاردو أوليفيرا الذي أبدع مع ريال بيتيس كذلك الأسباني سابقا، وريكاردو أوليفيرا الهداف الرائع وصاحب الأداء الثابت والجميل والراقي مع الفورميلا الجزراوي. خطأ الآن الكرة لكاظم علي، الشعب هنا الجمهور يساند ويؤازر، والجمهور إن كان جمهور الشعب أم جمهور الجزيرة الكل يطلب الانتصار من خلال هذه المباراة ويطلب الهدف الثالث في الدقائق القادمة في رمية تماس. الآن كرة ملعوبة للشعب، الشعب للايرنت، لايرنت، لايرنت بيعدي، لايرنت يعيد الكرة الآن لراشد علي، هو أخذ مكان أحمد عيسى الآن في الجهة اليمنى. كرة للأمام محاولة لرودريجو كاريكا، كاريكا، كاريكا بيحاول يعدي الآن، كاريكا يعيد الكرة بيلعبها كاريكا لصلاح عباس، صلاح عباس، صلاح بيلعبها الآن عبد الله صالح أمامية بدون تركيز أبدا، تذهب الكرة الماضية رمية تماس لمصلحة الجزيرة. هذا هو عبد الله صالح، بالمناسبة هو أحد اكتشافات بطولة كأس اتصالات للمحترفين، الشعب في تلك البطولة في هذا الموسم لعب مع دبي خسر بهدفين مقابل لا شيء، ومن الوحدة بهدف مقابل ستة، وتعادل في الجولة الماضية مع النصر بهدف لهدف. الجولة القادمة ستكون في 28 من ديسمبر القادم في هذا الشهر أمام العين في ملعب العين، والشعب في المركز الأخير في المجموعة الأولى اللي يتصدر الوحدة العين دبي النصر والشعب، بينما الجزيرة في بطولة كأس اتصالات المحترفين يأتي في المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد الوصل الضفرة، هو الثالث الجزيرة والرابع بنياس والخامس الاتحاد. جزيرة فاز على بنياس 3-2 وعلى الوصل أو من الوصل خسر بهدفين مقابل ثلاثة وتعادل مع الاتحاد بهدفين لهدفين. المباراة القادمة مع الضفرة في 28 من ديسمبر وفي ملعب الجزيرة. كرة بتلعب الآن محاولة لسيلبا، رودريجو بيلعبها لراشد علي، راشد بيلعبها عرضية محاولة تبعد، تبعد الكرة الماضية من علي العامري، تبعد الكرة الماضية من علي العامري إلى خارج الملعب. الآن ضربة ركنية، ركنية قادمة في لحظات مهمة قادمة، في ركنية الآن للشعب والتنفيذ عن طريق البرازيلي رودريجو سيلبا، ضربة ركنية قادمة للشعب رودريجو سيلبا. سيرجيو الكل واقف اليوم، سيرجيو المدرب البرازيلي للشعب ومساعده جمعة مطر جورجي، جورجي يا سلام على هذا الاسم، هو أحد أبرز النجوم اللي قدم بكوماندوز. أيضا كرة الآن للأمام محاولة للجزيرة إبراهيم دياكي، دياكي بيحاول فيها الآن، دياكي، دياكي بيحطها الآن لسلطان المنهالي، محاولة جزراوية، كرة للأمام، كرة لريكاردو أوليفيرا داخل المنطقة تبعد من أمام ريكاردو أوليفيرا، تعود الكرة لجمعة عبد الله الشايب. الكل يهاجم من الجزيرة في هذه اللحظات، إبراهيم دياكي، دياكي خطر جول، لكن هناك راية، هناك راية وتسلل، هناك راية وتسلل، وبالتالي الكرة تحولت لمصلحة الشعب. اليوم الشعب طبعا أيضا بدون يوسف البيرق الحارس الذي أبدع في الدورة الرباعية حقيقة، والحارس الثاني هو عمر يوسف، هذا هو علي مبخوت،
علي اللي تحدث عنه باولو بوناميك بعد تواضع مستوى البرازيلي فرناندينو. ويعني قال بوناميجو ها انا الان اشرك. علي مبخوت المهاجم المواطن اساسيا في كل المباريات وهو اكثر لاعب مواطن يشارك كمهاجم. طبعا كان حديث المدرب البرازيلي السيد بوناميجو. مدرب الجزيرة. خطأ للجزيرة. كرة لإبراهيم دياكي. التعادل بهدفين لهدفين مشاهدين الكرام ما بين الشعب والجزيرة. الشعب الذي تقدم بهدفين وقلص الفارق الجزيرة في شوط المباراة الأول وعاد في الشوط الثاني بهدف جميل بصاروخ جزراوي عن طريق ريكاردو أوليفيرا في رمية التماس. الآن رمية التماس الآن مين يكسب المباراة المهمة هذه المباراة؟ هل يتمكن الشعب من تسجيل هدف ثالث والذهاب إلى النقطة العاشرة والابتعاد عن فريقي دبا والاتحاد، أم يتمكن الجزيرة هو الآخر من التسجيل؟ وهل يتمكن الفورميلا الجزراوي من التقدم إلى الأمام في جدول الترتيب وإلى الصدارة أكثر وأكثر وإلى المنافسة بقوة؟ كرة بتلعب الآن محاولة شعبوية، حاول الأمام رودريجو كاريكا يتقدم بحاول يعدي رودريجو كاريكا. تحولت الكرة الآن شعبوية، حاول قادمة للشعب من سيلفا يرسلها للأمام رودريجو سيلفا، لكن الكرة سهلة جدا تحولت للحارس علي خصيب بيلعبها للأمام. كرة للجزيرة إبراهيم دياكي. حاول جزراوية السيطرة جزراوية موجودة. كرة الآن لفرناندينو يتقدم فرناندينو خطوات خطيرة المحاولة تبعت من مدافع الشعب وتعود الكرة من جديد إبراهيم دياكي. دياكي بيلعبها لريكاردو أوليفيرا الفنان. يا سلام عليك يا سلام عليك يا ريكاردو أوليفيرا، لاعب ممتع حقيقة. يعني إذا لم يهدد داخل منطقة الجزاء وهو من مواليد منطقة الجزاء، لكن هو ليس من مواليد منطقة الجزاء فقط، ولاعب أيضا مهم ولاعب خطير من خارج المنطقة له تسديدات خطيرة، واليوم سجل هدف جميل في هذه المباراة ريكاردو أوليفيرا بفرض رقابة لصيقة عليه. يعني ريكاردو أوليفيرا هرب من الرقابة اللصيقة ومن مراقبة المدافعين ليسجل هدف جميل من خارج المنطقة. استلم من نص الملعب، تقدم وسدد كرة خطيرة وجميلة جدا حقيقة ريكاردو أوليفيرا. بالمناسبة نادي الجزيرة اليوم طلب من سفارة الدولة في ماليزيا إرسال أحد مندوبيها لتمثيل النادي في قرعة دوري أبطال آسيا التي ستجري غدا في مقر الاتحاد القاري بالعاصمة كوالالمبور، على أن يرسل وفدا بعد ذلك. فريق نادي الجزيرة كل التوفيق في الدور التمهيدي. كرة للأمام، محاولة لكن الكرة تحولت إلى حارس المرمى الشعباوي حسين حربي من ريكاردو أوليفيرا. في الكرة الماضية ريكاردو أوليفيرا تصل الكرة لحسين حربي حارس مرمى الشعب. ريكاردو أوليفيرا هذا اللاعب العالم، ريكاردو أوليفيرا الذي تألق مع ريال بيتيس الأسباني واللاعب الذي يقدم في كل موسم الأداء المطلوب مع الجزيرة. ريكاردو أوليفيرا والذي تألق في بطولة دوري أبطال آسيا وحصل على لقب الهداف، وريكاردو أوليفيرا الذي أهدى ذلك اللقب نعم لكل زملائه في الفريق. كرة بتلعب لإبراهيم دياكي. دياكي الآن يتقدم دياكي. كرة للجزيرة من دياكي ملعوبة باتجاه فرناندينو بيحاول الآن فرناندينو بيلعبها لعبد الله موسى. عبد الله موسى عرضية ومتابعة خطيرة لكن تذهب من سلطان المنهالي اللي يذهب أيضا ويحاول أن ينهل من الأهداف في هذا اليوم. كرة من سلطان المنهالي إلى الحارس حسين حربي. يبدو بأن الوحدة لا يزال في ملعبه متقدما على الظفرة بهدفين مقابل لا شيء. الوحدة وأصحاب السعادة الذين يحاولون مصالحة جمهورهم أيضا وإعادة السعادة من جديد للسعادة الغائبة حقيقة عن أصحاب السعادة في الجولتين الماضيتين بعد الخسارة من عجمان في الجولة الماضية والخسارة الثقيلة من الأهلي في الجولة قبل الماضية بهدفين مقابل 6. في رمية تماس كرة بتلعب
اللقاءين القادمين النصر مع عجمان في تمام الساعة 8 وفي نفس التوقيت تماما اللقاء المرتقب ما بين السماوي في الشامخة الذي يستضيف الزعيم المتصدر العين، وغدا استكمال مباريات الأسبوع الحادي عشر الاتحاد يستضيف الشباب والأهلي يستضيف دبا الفجيرة في نفس التوقيت تقريبا. يعني كرة للأمام خطرة، جول كرة وجول، هدف جزراوي ثالث، هدف جزراوي ثالث. نعم في هذه اللحظات متابعة كانت من مين؟ من شوف 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 الكرة في المرمى، شوف الهدف، وشوف عبد الله موسى هو اللي تابع الكرة الماضية، ومتابعة تحسب لعبد الله موسى. سلطان المنهالي لعبد الله موسى، تابع الكرة الماضية وضعها في مرمى الكوماندوز ليتقدم الجزيرة للمرة الأولى في المباراة، يتقدم للمرة الأولى في المباراة 3-2 الآن، 3-2 الجزيرة، 3 الجزيرة، 3 الشعب، هدفين، يتقدم الجزيرة عن طريق عبد الله موسى، الآن يسجل هدفه الرابع في دوري هذا الموسم. عبد الله موسى هدفين في مرمى دبا الفجيرة وهدف في مرمى العين في الأسبوع الخامس، الآن يسجل عبد الله موسى الهدف الجزراوي الثالث والهدف الرابع الشخصي بالنسبة له، ويهدي سعادة أيضا كبيرة حقيقة لأنصار ومحبي وعاشقي الفورميلا من خلال هذه المواجهة المهمة والصعبة أمام الشعب هنا في الإمارة الباسمة. الابتسامة تظهر للجزيرة أيضا في هذه اللحظات، الجزيرة يتقدم، الجزيرة يتقدم للمرة الأولى، للمرة الأولى وللوهلة الأولى يتقدم الجزيرة الآن عن طريق عبد الله موسى. عبد الله اللي تابع كرة جميلة جدا، تابعها متابعة جميلة كانت من عبد الله موسى في الدقيقة 76. الآن الجزيرة متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والله لو فاز الجزيرة سيكون الانتصار صعب وثمين، لكن ثمين للغاية. العودة إلى العاصمة بثلاث نقاط. أوه في طرد، في طرد الآن للكوري الجنوب هيونغ مين جيم، هيونغ مين جيم، مين اللي انطرد؟ مين هو؟ هيونغ مين جيم هو اللي انطرد في هذه اللحظات بعد الاشتراك الماضي من هيونغ مين جيم على البرازيلي رودريغو دا سيلفا، وبالتالي 10-10 الآن من حيث العدد. الجزيرة يطرد منه الآن هيونغ مين جيم بعد طرد المدافع الشعباوي أحمد عيسى. نعم الآن التساوي في العدد بالنسبة للحالات الموجودة، كرة الآن ملعوبة، طردين في هذه المباراة، بطاقتين حمر أحمد عيسى من الشعب والآن هيونغ مين جيم من الجزيرة. كرة بتلعب الآن أمامية، محاولة، محاولة تبعد الكرة، بتتخلص وتعود الكرة الآن لمصلحة فرناندينهو. فرناندينهو، فرناندينهو يتقدم الآن، فرناندينهو رايح ماشي، فرناندينهو بيحاول الآن، فرناندينهو بيلعب له كرة لريكاردو أوليفيرا، ريكاردو أوليفيرا لفرناندينهو إلى الجهة اليمنى الآن، محاولة أيضا جزراوية عن طريق إبراهيم دياكي، إبراهيم دياكي، كرة ملعوبة للجزيرة إلى الملعب الآن، ضربة ركنية قادمة، ضربة ركنية قادمة لمصلحة الجزيرة. الأعصاب على أشدها تماما، أعصاب المدربين باولو بوناميغو مدرب الجزيرة وكذلك مدرب الشعب البرازيلي سيرجيو اللي كان في سيناريو هذه المباراة متقدما بهدفين نظيفين، لكن الآن متأخر بهدفين مقابل ثلاثة. إنها كرة القدم، نعم كرة ملعوبة الآن، محاولة أمامية تبعد الكرة ومتابعة لإبراهيم دياكي، دياكي بيتابع، دياكي بيعدي، دياكي بيلعب لك كرة الآن لفرناندينهو، وخالد سبيل بيلعب لك كرة عرضية إلى ضربة ركنية أو إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى الكرة الماضية من خالد سبيل. إذن الجزيرة مشاهدينا الكرام هو من يذهب الآن للانتصار، الآن التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الشعب هنا في معقل الكوماندوز الشعباوي. نعم بعد أن كان الشعب هو المتقدم
وفي شوط المباراة الأول الذي أنهاه بالتقدم بهدفين مقابل هدف. ضربة مرمى للشعب، المباراة القادمة للشعب راح تكون يوم الاثنين 10 ديسمبر. الشعب سيحل ضيفا على الوصل في نفس اليوم، في نفس اليوم 10 ديسمبر يوم الاثنين الجزيرة سيستضيف مين؟ لنياس. يا سلام، الله على تلك المباراة القادمة، إنها ما بين الفورميلا الذي سيستضيف السماوي الراقي. دانياس، كرة الآن للجزيرة، لكن الجزيرة عند يعني 10 دقائق في غاية الأهمية، لديه 10 دقائق في غاية الأهمية. هل يخلصها العنكبوت الجزراوي وينسج خيوطه على 3 نقاط في غاية الأهمية بعد تعادل غير مرضي بالنسبة للجزراوي أمام دبي في المباراة الماضية في ملعب وفي معقل الفورميلا؟ كرة الآن ريكاردو أوليفيرا، علي مبخوت، دياكي، حول مسار اللاعب الآن إلى سلطان المنهالي. إذا عبد الله موسى بمتابعة جميلة لعبد الله موسى يتمكن من خطف الهدف الثالث في المباراة، وربما عبد الله موسى يعني ربما خطف النتيجة أيضا والنقاط الثلاث الثمينة. كرة الآن للأمام، محاولة خطرة إلى 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 ضربة مرمى أو إلى ركنية، ممكن إلى ركنية الآن فعلا لمصلحة الجزيرة. نذكركم بأن الفريقين ب10 لاعبين، انطرد من الشعب أحمد عيسى ومن الجزيرة الكوري الجنوبي هيونغ مين تشين. في الآن 3 تغييرات، 3 تغييرات، تغييرين للشعب، تغييرين للشعب، وتغيير للجزيرة. ياسر مطر بديلا لعلي مبخوت، هذا هو تغيير بوناميغو. وفي المقابل الآن يأتي ناصر خميس كمهاجم شعباوي في اللحظات القادمة. ناصر خميس واللاعب الجزراوي الآخر فاضل إسحاق أيضا. كرة الآن، محاولة، إذن علي مبخوت يودع الملعب والبديل هو ياسر مطر، فاضل إسحاق بديلا لصلاح عباس. هذه التغييرات التي تمت في اللحظات الماضية. كرة لمسة لكن فيها تسلل، في تسلل على جمعة عبد الله. جمعة عبد الله في الشوط الثاني يشعرنا بأنه هو مهاجم صريح. شوف وين جمعة عبد الله موجود في كل متابعة وكل محاولة. نشوف جمعة عبد الله موجود أيضا. وبالمناسبة هو المدافع الذي يسجل دائما ويسجل في أصعب وأحلك الظروف. كرة بتلعب الآن للجزيرة، خالد سبيل، أدياكي، نعم نعم، حتى الآن الفورميلا الجزراوي يذهب للانطلاقة من جديد مع بولو بوناميغو وبتحقيقه الانتصار صعب حتى الآن قادم. نعم، في ظل هذا التقدم ب3 أهداف مقابل 2 أن يعود إلى العاصمة أبوظبي ويصل إلى النقطة رقم 21 ويصل إلى المركز الثالث متساويا مع النصر، مع انتظار المباريات القادمة، المباراة القادمة للنصر في هذا المساء. النصر يستضيف عجمان في الساعة 8 وفي نفس التوقيت لقاء الصدارة ما بين بنياس والعين. كرة تصل لعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة بيسيطر على الكرة الماضية. كرة بتلعب الآن لفرناندينو، كرة القدم فيها أمل حقيقة، ويعني الشعب يحاول أن يلعب على الأمل في اللحظات القادمة من أجل العودة فقط على أقل تقدير إلى المباراة. شاهدنا دبي وفي مباراة الجزيرة الماضية، الجزيرة اللي كان متقدم حتى اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة وقبل أن يطلق حكم اللقاء صافرته، عاد دبي من كرة ثابتة وانتهت بالتعادل الإيجابي. بعد ذلك شايف فاضل إسحاق بديلا لفهد رشود. هذه التغييرات اللي أجراها المدربين في الدقائق الماضية، وناصر خميس هو بديلا لصلاح عباس. كرة بتلعب الآن لعبد الله صالح، الشعب 5 أهداف في هذه المباراة. الجزيرة يحلق من جديد ويذهب لكي ينسج خيوطه على 3 نقاط ثمينة.
ثمينة ثمينة للغاية ستكون يا العنكبوت، ثمينة للغاية ستكون يا الفورميلا ويا الجزراوي. لو تمكنت من تحقيق الانتصار وهي الآن 6 دقائق أو 5 دقائق من الوقت الأصلي، هي الدقائق القادمة، كرة بتلعب أمامية من رودريجو سيلفا، تبعد الكرة من جمعة عبدالله، حولت لكاريكا، يا سلام، كرة قوية وخطيرة من رودريجو كاريكا، لكن علي الصيب بيسيطر على كرة البرازيلي كاريكا على دفعتين، علي الصيب يذهب إليه كاريكا من جديد، لكن علي الصيب بيسيطر على الكرة، علي الصيب. علي الصيب بيلعبها للأمام. تلعب الكرة أمامية باتجاه ريكاردو أوليفيرا. بمثل هذه المباريات الانتصار مهم جدا. العودة، ويعني الكل يبحث عن الانتصارات ويبحث عن نفسه ويبحث عن الفوز، إن كان بالنسبة للشعب أم للجزيرة، وكل له مطلبه بالتأكيد. الجزيرة الذي يلعب على الصدارة والمنافسة على اللقب، الشعب الكوماندوز الذي يبحث عن تثبيت أقدامه في دوري المحترفين. يا سيرجيو، نعم، الشعب الذي تواجد آخر مرة، يعني هو هبط في موسم 2008-2009، هبط إلى دوري الدرجة الأولى عندما حقق المركز 11 وقبل الأخير، وهبط آنذاك مع الخليج صاحب المركز الأخير في الدرجة الأولى، تواجد لثلاث مواسم متتالية. في 2009-2010 كاد أن يعود سريعا بعد أن حقق المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد الاتحاد ودبي، وفي 2010-2011 لا أداء وظهور يعني حقيقة كان عادي بالنسبة للشعب في دوري الدرجة الأولى، ولكن في الموسم الماضي العودة بعد الدورة الرباعية بالنسبة للكوماندوز في الموسم الماضي 2011-2012 مع سيرجيو البرازيلي، 6 نقاط صدارة الدورة الرباعية، ظفرة 6 نقاط، الشارجة 6 نقاط، والإمارات الأخير بدون نقاط. الشعب عندما فاز على الإمارات 2-1 وخسر من الشارجة بهدف بلا شيء، وفاز على الظفرة في المباراة الحاسمة الأخيرة ب3 أهداف مقابل هدفين. كرة الآن لرودريجو كاريكا، تلعب إلى الجهة اليمنى، محاولة ترسل كرة أمامية لكن تصل الكرة لعالي الصيب. عالي الصيب بيسيطر على الكرة الماضية، عالي الصيب بيسيطر على الكرة الماضية. كرة الآن ملعوبة في وسط الملعب الآن من سلطان المنهالي، ريكاردو أوليفيرا سجل هدفا جميلا في هذه المباراة، البرازيلي ريكاردو أوليفيرا في خطأ الآن لمصلحة الشعب. هل يعود الشعب؟ وإذا ما الشعب أراد العودة في اللحظات القادمة عليه التقدم إلى الأمام، ولكن الجزيرة في فرصة أيضا كبيرة حقيقة من أجل الحفاظ على هذه النتيجة الثمينة، التقدم ب3 أهداف مقابل هدفين في خطأ لا لمصلحة الشعب، خطأ ضربة حرة مباشرة. الأسبوع القادم 12 يوم 12 ديسمبر دبي يستضيف الاتحاد الجزيرة بنياس، الوصل الشعب العين الوحدة، يوم 3 الشباب يستضيف دبي، الظفرة يستضيف النصر، وعجمان يستضيف الأهلي في مشوار آخر وفي محطة أخرى قادمة في محطات دورينا الجميل والرائع. كرة الآن محاولة ملعوبة من ريكاردو، من رودريجو كاريكا، تعود الكرة الآن لمصلحة الشعب من جديد، عبدالله صالح ويبحث عن لاعب وإلى الأمام، لكن هنا الكرة إلى خارج الملعب نظرا لإصابة لاعب جزراوي، وروح رياضية كبيرة حقيقة من الكوماندوز. نعم، إبراهيم دياكي كان مصاب، وكانت فرصة حقيقة هجومية أيضا للشعب من أجل الوصول إلى مرمى الجزيرة، وهو في ظل يعني هذا التأخر حتى الآن في ملعبه، لكن الكرة حولت إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة الجزيرة الذي سيعيد الكرة بالتأكيد للشعب في هذه اللحظات. إبراهيم دياكي مصاب. نعم مشاهدينا الكرام، الآن نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، شوط المباراة الثاني، الجزيرة متقدما على الشعب ب3 أهداف مقابل هدفين. بوناميجو على أصابه، الصفيح الساخن الذي يتمناه بوناميجو أن يكون باردا، ونعم بعد التعادل الماضي أمام دبي، الجزيرة الذي
حقق البطولة مرة واحدة في 2010-2011 وفي الموسم قبل الماضي. يعني طبعا الجزيرة والبطولة مع المدرب البرازيلي أبيل براغا. كرة الآن تعود لحسين حربي. حسين حربي والهداف التاريخي للجزيرة في بطولة دوري المحترفين هو إبراهيم دياكيه المصاب، أو الذي الآن يعني عاد للعب من جديد. إبراهيم دياكيه ب 48 هدف، بينما الهداف التاريخي للشعب، الهداف التاريخي للشعب هو النجم الكبير عدنان الطلياني ب 129 هدف. كرة الآن بتلعب لفرناندينو. فرناندينو والوقت الإضافي 5 دقائق إذا في شوط المباراة الثانية. ياهي 5 دقائق هكذا يقول الجزراوية، بينما الشعباوية يتمنون بأن الوقت يطول شوي وأن لا يذهب الوقت سريعا، ويعودون على أقل تقدير إلى المباراة، إلى التعادل في ملعبهم. الخسارة صعبة نعم أمام الجزيرة اللي كان يطلب أيضا هو الآخر يعني 3 نقاط المباراة. مباراة صعبة كانت ما بين الفريقين. الآن بخمسة أهداف الجزيرة متقدم ب3 أهداف مقابل هدفين. كرة بتلعب أمامية من علي العامري. عبد الله صالح، كرة إلى الحارس حسين حربي. حسين حربي بيلعبها الآن لسيلفا اللي يتقدم الآن. سيلفا، سيلفا الذي عاد إلى الدفاع بعد طرد أحمد عيسى. نعم كرة لعبد الله صالح، محاولة تعود الكرة لإبراهيم دياكيه. دياكيه يتقدم الآن. دياكيه والحوار في وسط الملعب والوقت الإضافي الآن يبدأ الوقت الإضافي. آخر 5 دقائق في هذه المواجهة مشاهدين الكرام. نعم الجزيرة هل ينهي المواجهة بانتصار ثمين أم يعود الشعب في اللحظات القادمة؟ كرة بتلعب الآن لفاضل إسحاق. فاضل إسحاق وناصر خميس قادمين من العين. كرة لسيلفا تعلق في شوط المباراة الأول، سجل هدفين، سجل هدف من كرة ملعوبة وسجل هدف من كرة ثابتة. هدف جميل حقيقة أيضا من رودريغو سيلفا البرازيلي، وشاهدنا هدف جميل من البرازيلي أيضا ريكاردو أوليفيرا الجزراوي من خارج المنطقة. أهداف جميلة في هذه المباراة، 5 أهداف في ضربة مرمى الآن لعلي صيف. عالي صيف اللي يتمنى أن الوقت يعدي وينتهي خلاص بالنسبة له، ويتفرغ الجزيرة بعد ذلك للمباراة القادمة عندما يستضيف بنياس في يوم الاثنين 10 ديسمبر، بينما في نفس اليوم 10 ديسمبر في الجولة القادمة الشعب يحل ضيفا على الامبراطور الوصلاوي في زعبيل. كرة بتلعب الآن لناصر خميس، بيلعب أمامية. ناصر أول التقدم والكرة إلى خارج الملعب. الآن ضربة ركنية قادمة للشعب، ركنية قادمة للشعب. هل يأتي هدف شعباوي يفرح كل الشعباوية يستلبه في اللحظات القادمة ويهدي التعادل؟ كرة بتلعب تبعد الكرة الماضية، تحولت الآن لفرناندينو. فرناندينو يرسل كرة أمامية لسلطان المنهالي بمشيها على طول أيضا وما بأخرها، بيلعبها لإبراهيم دياكيه. دياكيه يا سلام بيلعبها أمامية لكن تصل لحسين حربي حارس مرمى الشعب بيسيطر على الكرة الماضية. بيلعبها الآن الأمام، كرة ملعوبة باتجاه كاريكا. كاريكا تعود لياسر مطر. ياسر مطر بيلعبها للأمام. ياسر تحولت الآن الكرة لحسين حربي حارس الشعب حسين علي حربي. الجزيرة رابع الموسم الماضي بعد البطل العين وصيف النصر الثالث الشباب، والجزيرة الرابع الجزيرة والشباب في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا. وطبعا سمعنا عن تقليص المقاعد الإماراتية عموما، والحديث حدود شؤون وشجون حقيقة لما نتحدث، لكن إن شاء الله نتمنى أن يقدم ممثلين المستوى المطلوب والمستوى الراقي للكرة الإماراتية بحول الله في النسخة القادمة لدوري أبطال آسيا. الجزيرة في النسخة الماضية في الشامبيونز ودع في دور 16، هو أكثر من تألق وغرد حقيقة
بعد الخسارة من الأهلي السعودي بالركلات الترجيحية في المباراة اللي انتهت 3-3 في استاد محمد بن زايد، وهو تصدر المجموعة الأولى على حساب الاستقلال الإيراني، الريان القطري، ونساف كرش الأوزبكي. عموما هنا الآن اللحظات الأخيرة مشاهدين الكرام، والجزيرة في طريقه إلى العودة إلى معقل الفورميلا والعنكبوت، وهو في الذهاب حتى الآن لأن ينسج الخيوط كاملة كاملة على نقاط هذه المباراة الثلاث. بوناميغو بطالع ساعته وبعد الثواني كانها عمر. نعم بوناميغو في اللحظات الأخيرة، والجزيرة متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذن الجزيرة يذهب إلى النقطة 21 والمواجهة تنتهي هنا في معقل الكوماندوز.